الناس الحلوه الجميله اللي بتشرفنا في كل مكان. وشوفوا قد ايه هم اول حاجه عملوها مبادره رد الجميل، احنا نتبرع الفلوس اللي احنا كنا هندفعها وما كلفناش حاجه، الدوله متكلفه قد كده، فاحنا لازم نرد الجميل ونقول لها شكرا. طيب، عشان بقى اللي دايما بيشكك في كل حاجة حلوة بتبقى حوالينا وبيقول ان في مجاملات في عملية اعادة العالقين وفي لا، في ناس فعلا لازم تقول لنا ايه اللي حصل بالظبط وايه هي قصتها وازاي رجعت لارض الوطن. فخلينا نعرف بقى من صاحب القصة نفسه. معانا دلوقتي طارق أبو الثنا، طالب بجامعة أوكلاند بولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد العائدين إلى أرض الوطن. إزيك يا طارق؟ أهلا وسهلا، إزي حضرتك؟ احكي لي يا طارق، أنت رجعت إزاي؟ بص عليك، هو السفارة المصرية يعني بعد حوالي لما الكليات قفلت وكل الجامعات يعني خلاص بقت كل المحاضرات بقت أونلاين، فالكليات السفارة عملت إعلان للعائدين ممكن يعني يتواصلوا معاها، وهي هتحاول انها ترجعهم على اساس في طياره معينه توصل يوم اثنين وطياره معينه ثانيه توصل يوم اربعه. احنا الاتحاد المصري للسباحه يعني بما ان احنا سباحين فهو سهل لنا الموضوع جدا وجمعنا بسرعه وسهل. انت سباح يعني بطل؟ احنا مجموعه سباحين هنا. ما شاء الله، يلا عايزينكم ترجعوا بقى كده. بتتمرنوا ازاي يا طارق؟ هناك يعني حضرتك؟ لا هنا بقى وانتوا في الحجر كده، بتتمرروا ازاي؟ احسن هتنسوا. يعني هو لو سمحوا لنا ننزل ممكن مثلا نجري كويس يعني كده يعني في وقت على حد حدودنا يعني. مبسوط هناك؟ قولي يومك بتقضيه ازاي؟ هو زي هو ما بيبقوا مسددين شويه في موضوع الخروج، فاحنا ما بنخرجش الا يعني وقت قليل جدا، والصبح يعني هم عندهم دقه يعني في مواعيد الاكل وكده، وهم مش بيتاخروا في الحاجات دي. وفي دكتور اسامه بيعدي علينا بياخد درجات الحراره، فهو اليوم بيبقى مش ما فيهوش احداث كتير قوي، بس هو طبعا بيقولوا لنا ان احنا لازم نقعد في الاوض على قد ما نقدر ولو عاوزنا حاجه. ودكتور اسامه مقيم معاكم 14 يوم لغايه ما يطمن عليكم. احنا فصلنا. الو، واضح ان الخط فصل. بشكرك شكرا جزيلا طارق ابو الثنا، الطالب بجامعه اوكلاند بولايه ميشيغان بالولايات المتحده الامريكيه، واحد ابطال مصر في السباحه. ان شاء الله تعودوا الى بيوتكم سالمين وفرحانين. والحقيقه تجربه حلوه جدا ان كل واحد قضى فتره خارج بيته في حجر صحي مرفه زي موجود في مرسى علم، هيكون له تجربه اعتقد انها عمرها ما حد هينساها ابدا.